اليوم غنشارك معكم كيكة جديدة بالبسكوي واليوسفي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. والناس اللي كيشوفوا القناة اول مرة ما تنساوش تابوناو وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم، كيداير؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكة بنينة بنينة بزاف، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنا غادي نحتاجو فيها كاس ديال الزيت عبر بكاس ديال العنبة، كاس ديال السكر سنيدة، هنا كاس ديال الماء يكون دافي. هنا عندي 3 د البيضات، عندي هنايا 4 د الليمونات اولا اليوسفي المندالين اللي خديته غليتو 5 دقائق في الماء باش يتحيد لي داك الدواء اللي فيه. عندي 2 باكيات ديال البسكوي من وزن 42 غرام. هنا عندي الدقيق حسب الخليط، وعندي 3 ديال الخمارات. هنا غنجيب الخلاط الكهربائي وغادي الليمون. هنا غادي ناخذ الليمون وغنحيد ليه هذا الراس هذا، وغادي نحاول نقطعو طرف باش نشوف كيف ما فيه العدم. الا كنتو خديتو هذاك ديال العدم ضروري تحيدوا ليه العدم، وضروري تاكدوا يعني الليمون ما غاديش تعرفوا واش فيه العدم من الداخل ولا لا، واخا كيقول لكم راه ما فيهش العدم. غنقطعو بحال هكا ونتاكد. حيدوا هذه التحتانيه، هذه حتى هي كتكون مره. هنا ضروري تغليو هاد المرحلة ديالها، تغليو 5 دقائق باش يتحيد فيه داك الدواء. ولا غتستعملو الليمون استعملو اللي عنده جلدة رقيقة بحال هكا، متستعملوش ديك الجلدة الغليظة. هنا ملي قطعت الليمون دابا غادي نضيف عليه كاس ديال الماء وغادي نطحنو مزيان في المولينيكس. هنا غادي نطحنو مزيان، ملي طحن ليا الليمون غنضيف دابا البسكوي. كنستعملو اي نوعية، ولكن هدا ديال الكوك كيكون بنين. هنا دابا ضفت البسكوي غادي نضيف الزيت. هنا مغاديش ندير الفاني، بغيت نحصل على النكهة ديال البسكوي مع النكهة ديال الليمون. وغادي نضيف السكر والبيض وغادي نطحن الخليط مزيان. غتحصلو على الكيكه بنينه بنينه بزاف، النكهه ديال البسكوي والمندالين دابا راه كاين موجود. دابا غادي نخوي هنايا. هنا على فكري يمكن لكم تكملوا الكميه كامله ديال البسكويت، ديروا واحد 3 د العلب، عفوا ديروا 5 د العلب ديال البسكويت الا مبغيتوش تستعملوا الدقيق، ولكن ما كتجيش منفوخه بزاف. داكشي اش غادي ندير انا الدقيق ونخلط ما بينه وما بين البسكويت. هنا دابا غادي نبقى نضيف الدقيق ونخلط حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. عرفتو عليها واحد الريحة طالعة فيها غزالة بزاف. هنا بالنسبة لهاد الجبانية اللي عندي هنايا كتعبر كاس كاس زائد كاس آخر ما عامرش.
ها كيما كتشوفوا راني درت دابا هاد جوج كيسان، كاس وكاس ما عمرش. دابا غادي نزيد تقريبا واحد جوج معالق باش نكمل جوج كيسان، يعني غياخد ليا الخليط جوج العلب ديال البسكوي مع جوج كيسان ديال الدقيق. هنا كيما شفتوا معايا راني زدت جوج معالق، غنزيدهم كاملين هنا، وغادي نضيف ثلاثة د الخمارات من فئة 8 غرام، انا راه عندي بزاف ديال الكيك في القناه، كاينه ديال الكركاع والتمر، كاينه اللي خلطتها في القرعه، كاينه ديال القرعه الحمراء، كاين بزاف ديال الكيكات في القناه. هنا عندي المول راني دهنتو ورشيتو، يمكن لكم ديروا اي مول ماشي بالضروره هذا الطويل، غير انا بزاف الكيكات عندي في القناه درتهم في داك المول اللي مثقوب والاخر اللي كيتحل وبغيت نبدل. دابا غادي نخبيه هنا، غنهز يدي الفوق ونفرغ الخليط. وغادي ندخلها للفران العافيه مهيله، غنخليها 35 حتى 40 دقيقه. بالنسبه للفران ديال الضو 180 درجة، حتى هو راه كما قلت لكم شحال من مرة انا كنشعل ليه غير لتحت. انا دابا غادي ندخلها الفران حتى كطيب. كتسمع معايا الصداع؟ خضرة خضرة، شكون اللي بغى الخضرة؟ ها هي الكيكة ملي خرجت من الفران، هي باقا سخونة كما كتشوفوا، راه كتجي عالية وكتجي مشقة. ديما الكيكة اللي كتكون ناجحة راه كتكون عندها هاد الشقة من الداخل. دابا غادي نخليها شوية تبرد في المول، غادي نحيدها. انا دابا غادي ندهنها بالناباج صافي، وغادي نرش عليها شويه ديال لوزيفيني اللي يمكن لكم تخليوها هكاك. وهي الكيكه ملي وجدات كتجي بحال هكا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق الا عجبتكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. كتجي بحال هكا، كتجي منفوخه وطالعه. ودابا غادي نقطعها باش تشوفوها من الداخل. انا دابا غادي نقطعها، كتجي خفيفه من الداخل وكتجي المذاق ديالها كيجي غزال، لان البسكوي خصوصا داك البسكوي داك البسكوي اللي درنا كيجي المذاق ديالو غزال، حتى الكيك كتجي في المذاق ديال البسكوي وفي اللون ديالو من الداخل. هانتوما كتجي خفيفه كتجي غزاله بزاف. هنايا غادي نخليكم مع الصور ديال الكيك اللي عندي في القناه، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. هاد الكيك كاملين الصور اللي غتشوفوا معايا راه كاينين في القناه، وغنحاول نحط لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف اللي بغات تشوفهم. يلا السلام عليكم، ولا فيديو القادم باذن الله.